استضاف قسم هندسة تقنيات الحاسوب في كلية المصطفى الجامعة شركة هواوي لإقامة الورشة العلمية الخاصة بالطلبة الموهوبين أجل تنمية المواهب لدى الطلبة. ألقت شركة هواوي ورشة بما يخص مسابقة هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقسم هندسة تقنيات الحاسوب في كلية المصطفى الجامعة لأجل تشجيع الطلبة وتنمية القدرة العلمية لديهم. طبعا شكر خاص إلى رئاسة قسم هندسة تقنيات الحاسوب على الدعم المستمر لنا لأجل تنمية الطلبة، وشكرا لكم ويا رب التوفيق.